السلام عليكم ورحمة الله. بعد مقتل عمرو بن الحضرمي على يد واقد ابن عبد الله التميمي في الشهر الحرام، لم تسلم سرية النخلة أو سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه من أذى وألسن المشركين، وقالوا: انظروا إلى محمد وأصحابه، كيف يدعي أنه نبي؟ وكيف يدعي أنه يعظم الأشهر الحرم ثم يقتل في الشهر الحرام؟ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه، وشق عليهم ذلك، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثم جاء الفرج من عند الله، ورفع الحرج، وهون عليهم، وأنزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن سبيل الله وكفر المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة يا له من رب عظيم يدافع عن عباده المؤمنين. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، هب أنه لا عقاب علينا فيما فعلنا، فهل نطمع منه أجرا وثوابا؟ فنزل قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. عنوان السعادة في الدنيا والآخرة: الإيمان والهجرة والجهاد، فبها يعرف الرابح من الخاسر، وأهل السعادة من أهل الشقاء، وأهل الجنة من أهل النار. فما هو الإيمان؟ الإيمان هو التصديق بالله وبرسله وبكتبه وبدينه والعمل بشرعه. ذات يوم أتى جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلمهم أمور دينهم، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وأما الهجرة فهي ترك المحبوب والمألوف طمعا في رضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وماله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. ولا شك أن الصحابة الذين فروا بدينهم من مكة إلى المدينة المنورة هم أعظم حظا ونصيبا. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والجهاد في سبيل الله هو ذروة وسنام الأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لا يناله إلا أفضلهم، أولئك الأخيار يرجون رحمة الله ويطمعون في فضله وثوابه. والرجاء لا يكون
إلا بعد الإتيان بالأسباب. وأما الرجاء دون الأخذ بالأسباب فهو عجز وتمني وغرور، ودليل على ضعف الهمة ونقص العقل. وحاله أشبه بمن يرجو الولد بلا نكاح، والمحصول بلا فلاح. قال حسن البصري رحمه الله: إن قوما غرهم حسن الظن بالله، حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون: نحسن الظن بالله. كذبوا، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وانتبه، مهما بلغ العبد من أعمال صالحة لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. والله غفور لذنوب عباده المؤمنين، رحيم بهم رحمة واسعة. ومن رحمته أن وفقهم للعمل الصالح وأتمه وقبله، فله الفضل أولا وآخرا. نسأل الله العظيم أن يحشرنا في زمرة عباده المؤمنين المهاجرين المجاهدين. جزاكم الله خيرا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم.